مسيرة حافلة بالإنجازات شهدها عهد سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، طيب الله ثراه. وراح نكمل أكيد مع ضيفنا الدكتور، أكيد لازلنا معاك دكتور. طبعا دكتور فواز، في المشهد العام يعني عبقرية سموه رحمة الله عليه تجسدت في ثنائية التنمية والإنسان كأساس وهدف للتنمية، فشلون ترك يعني نرصد ركائز هذه النظرة؟ بلا شك هناك العديد من الشواهد التي تثبت هذا الأمر. السمو اهتم في الإنسان قبل العمران، اهتم بالعديد من الجوانب الخاصة بالشعب الكويتي، اهتم بتنمية الشباب الكويتي. نتحدث عن الشباب كجزء كبير من المجتمع الكويتي، 72% من المجتمع الكويتي هم من فئة الشباب، فاهتم سموه بفئة الشباب بشكل واضح وصريح من خلال أول مؤتمر الكويت تسمع وترجمة التوصيات في ذلك المؤتمر إلى واقع صريح من خلال وجود مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب ومن ثم الهيئة العامة للشباب ورعاية سموه السامية رحمه الله لاستراتيجية الشباب، وأيضا تقديم من خلال الكويت تفخر السياسة الوطنية للشباب. فكل هذه الأمور، كل هذه الجهود من سموه رحمه الله كانت واضحة وصريحة في دعم الشباب وتنمية الشباب وتحقيق أفضل الأمور للشباب الكويتي، وهذا ترجم على أرض واقع من خلال عدة أمور. لاحظنا إنجازات الشباب الكويتي سواء على المستوى المحلي أو على المستوى العالمي، نجد أن الشباب الكويتي دائما منافس ومبدع ومتميز في جوانب عدة. أيضا استضافت الكويت خلال عهد سموه العديد من المحافل الدولية، منها الكويت عاصمة الثقافة الإسلامية، ومن ثم أيضا الكويت عاصمة الشباب العربي، وكلها ترجمت مدى الدور الكبير الذي تلعبه الكويت سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى العالمي. وهذه أيضا لم تقف عند هذا الحد، وإنما وجدنا هناك اهتمام أيضا بوجود رؤية للكويت، رؤية صريحة وواضحة من خلال رؤية 2035 واللي جعلت المورد البشري وجعلت الطاقات البشرية والطاقات الشبابية في أول اهتماماتها وتنميتهم وتعزيز قدراتهم وإمكانياتهم. لاحظنا دعم سموه الدائم لمختلف المجالات في الدولة، كان على المستوى الرياضي أو على المستوى الثقافي من خلال وجود مركز جابر الثقافي ومركز عبد الله السالم الثقافي وغيرها من المراكز. أيضا على المستوى العمراني العديد من المشاريع الإسكانية التي حدثت في عهد سموه رحمه الله. لذلك هذا الحرص وهذا الاهتمام في مختلف الجوانب أكد على نظرة سموه رحمه الله الثاقبة والأكيدة لمصلحة الكويت وخدمة الكويت والكويتيين في جميع المجالات. طبعا مثل ما تفضلت إذن دكتور، يعني فعلا موضوع نظرة حضرة صاحب السمو رحمه الله الشيخ صباح في رؤية كويت 2035 نقطة جدا مهمة حابين ان احنا نرجع لها، لكن بعد هذا التقرير